اجي تشوف طلابه اللي غادي تقاو الاكثريه ديال المغاربه، راس مال الملايين، ضرب الحديد اخر ما كاين، من فقيره الى ملياردير. تبدا ساعات العمل بركن سيارتها في ازقه اورير، وللعمل بدله خاصه تغييرها ينتهي بمجرد انتهاء ساعات العمل. هذا ما وثقت عدسه الكاميرا متسوله بسياره فارهه باتت حديث ناس اكادير، ووصل الحديث اصقاعا بعيدا. طلاب الخربقات حقوا المغاربه، طلاب الحسدوا اكثريتنا وما كرهوش يكونوا بحالها. ضرب الحديد اخر ما كاين، وكتسطم على بنادم وكتقول ليه عطوني غير اللي كاين، راس من الملايين وكاين اللي كيقول الملايع. واقعه غريبه من انسانه مثقفه بثقافه ديال جامعات الرباط، انسانه مجازب كليه الحقوق غادي تقرر دير الفلوس باغرب الطرق. فاطمه غادي تزاد وسط واحد العائله ما عداش وما خصاش، عائله كتكون من اب وام وخمسه ديال الاخوه، وهي الكبيره فيهم. الاب ديالها خدام في واحد الشركه ديال الخياطه، مقاتل مع الوقت كيكمل الشهر غير بالزز، والام ديالها ربات بيت. فاطمه من الصغر ديالها في العائله ديالهم هي الذكيه، ختنا فرفار غتاخذ الابتدائي والاعدادي والثانوي بامتياز، وغادي تدخل الكليه. الوالد عنده قاتل مع الوقت باش يعلم ولادو احسن تعليم. هي فاش كانت كتمشي للكليه واخا هكا كان كيبان على داك الفرق، كيبان الفرق اللي بينه وبين صحاباته في اللبس في الماكله فين ساكنه وزيد وزيد، وهذا الشيء غادي يخلي فيها واحد الاثار في الشخصيه ديالها. وديك العيشه ديال الفقر كانت فاطمه بغات تخرج منها باي طريقه وباي اسلوب. الوالد ديالها غيكتب عليه المكتوب وغادي يحبسه من الخدمه، وهي يلا غتكون كملت القرايه ديالها. ظروف صعبت عندهم في الدار، والوالد عنده ولا جالس خير في الموقف، مره خدام مره جالس، هما خمسه ديال النفوس، وبالنسبه ليهم ولات عمله نادره الفلوس. فاطمه فاش كملت القرايه ديالها بدات كتقلب على شي خدمه في شي شريك ولا شي بلاصه كيما كانت باش تحاول تخرج العائله ديالها من العتبه ديال الفقر. والو ما لقاش، ما خلات فين مشات وما خلاتش فين قلبات، وهي تقررت تمشي عند واحد الاستاذ كان كيقرر باش يحاول يتوسط لها عند شي واحد كيعرفو ويخدم عنده. داكشي اللي كاين، الاستاذ ديالها غادي يدير مع واحد مزيان وغادي يهضر لها مع واحد المحامي يخدم عنده، وغادي يولي عطاها 1000 درهم. هي قالت ماشي مشكل بحكم ان يلا كتشعل والله ما قليلو شاد ولا غتبقى غير جالس. بدات خدامه عند داك المحامي النهار الاول، النهار الثاني بدا كيبان ليه ما مصفيش، واخا هكاك صبرات بحكم انها قالت الا كانت حاجتك عند الكلب قول لي سيدي. محامي عيق من بعد، من بعد ما كان كيتحرش بها لفظيا السيد زاد فيه شويه. داكشي اللي كيدير السيد اللي خدامه عنده ما عجباش ومشات قالتها لما، وهي تقول لها ما عيش الدل ما عندنا ما نديرو بها، جلسي في الدار حسن لك. وجلسات في الدار، الوالده عندها زارت ازمات عنده القاضيه، وعلى الاقل كانت معونه واخا بالقليل، وما صبرتش عاوتاني وقررت تمشي تقلب على شي خدمه اخرى. وهاد المره غادي تخدم في مخباز، وغتخدم 800 درهم من 7 ديال الصباح 7 ديال العشيه، العذاب الالي. واحد النهار غتجي عند واحد الطلبه المخبازه بحكم هي اللي شاده لاكيس، وهي تقول لها الطلبه شي صداقه الله يرحم الوالدين. فاطمه على نيتها غتمشي للكونطوار غتهز خبزه وغتجيبها لها، والطلبه وهي تقول لها لا لا ارد هذيك الخبزه انا باغيها فلوس. فاطمه وهي تقول لها انا راه خدامه بحالي بحالك، بغيتي هاد البركه هاكي ما بغيتيهاش بلاش. وهي تنقص الطلبه قالت لها لا لا بلاش انا غناخذ هذيك الكريسي اللي قدام الباب ريح تما واحد شويه بما تسرحيت ومشي بحالاتي. فاطمه قالت لها خذي راحتك جلست تمايا. مشات هذيك الطلابه ريحات تمايا، وهي جبت واحد الصاك من فوق الكتافه وبدات كتقلب فيه. فاطمه غتبغي تخرج برا تمسح الفيترين، وهي تدوز عينها على ذيك الصاك ديال الطلابه كيبان لها عامر فلوس، وهي تقول لها انت عندك الفلوس كامله طعمها فيا انا. الطلابه ما عرفتش باش تبلات، ما عرفتش ما تقول لها، غتهز ذيك الصاك وغتعلق بحالاتها. داس ليا فاطمه قهرات هذيك الخدمه ديال المخبازه من 7 الصباح 7 ديال العشيه، والصالير ما كافيها حتى الراس، وهي تجلس في الدار لعل وعسى تقلب على شي خدمه وتلقى شي خدمه احسن من هذه. وهي تفكر ديك الطلابه تفكر بديك الفلوس اللي كانت كتحسب فيها، وهي طاح على ديك الفكره تولي طلابه تاهي، وهي تقول علاش انا ما نديرش هاد الخدمه هاد. مشات شرات النقاب ولات كتلبسو وكتخرج تطلب به. فاطمه داكشي اللي كانت كتدخلو في الشهر ولات كتدخلو في 3 ايام، القضيه تحركت عندها. واحد النهار وهي كتطلب حدا واحد الجامع وهي تضرب على واحد الدري كيقرا معاها، قلبها بدا كيضرب كيضرب كيضرب، ومن تما غادي تقرر ما تبقاش تطلب في هذيك المدينه، وقررت مشات شي مدينه اخرى تولي تطلب فيها. مشات عند والدها قالت لها رجعتني واحد الخدمه في مدينه اخرى غادي نمشي تما وغنولي خدام، ومن تما ان شاء الله غادي نصيفط لك. ووصلت لمدينه اكادير بس كتطلب وتجمع الفلوس وكتخزن في البنك، ودورت الحركه مزيان ولات كل مره تصيفط والدها باش تقري خوتها. دازت الايام كبروا خوتها وكبر الحساب عندها في البنك، كاع خوتها تزوج وبقى عندها غير واحد. وهي تجي عنده قالت لي انا غنصايب لك مطبعه تخدم عندي فيها وانا نخلصك. فرقعات ديك المطبعه مزيان، جات شي ماتيريال خطير ديال بصح. والدي كاذبه عليهم كتقول لي راني خدامه في الشريك. واحد النهار واحد صاحب خوها كان باغي يتزوج وما بغاتش ليه، غادي يشوفك تطلب في مدينه اكادير، غادي يجي يقول لخوها، خوها غيمشي يوصل لهم الخبر لمو، مو غادي تعيط لها. الو بنتي فاطمه جي عندي دابا باغي. جاوبتها فاطمه ياك ما كاين باس الوالده، قلت لها غير جي باغيك وصافي. جات عندها قالت لي شوف بنيتي ها السخا تهرد،
قلت له اه احنا فقار ولكن راه نفسنا حار، ما نبغيش بنادم يتشفى فينا. فاطمه بديت كتغوت عليا، بديت كتقول لي بديك خدمه باش انا قريت خوتي، وبديك الطلبه كبروك شافوا. ودخلت الباب وخرجت ورا شي حد ديك الحرفه عاوتاني، وحنا الناس ردوا البال بديت شي طوموبيل واعره ديما كتبلاصي حداها، كتجي مولاتها كتبدل الحوايج كتضرب النقاب وكتخرج وكتمشي. ولا دوك الترب ضربوا عليها وعسوا عليها بقاو حاطين عليها العين، واحد النهار غيتبعوها غير لقاوها كتبدل الحوايج كتلبس خمار وكتمشي تطلع. ويلي ختنا عدات الطوموبيل كامله وكتطلب، هما اللي لقطوا عيطوا للبوليس. ملي البوليس قلبوا في الممتلكات ديالها لقاو ختنا خانزه فلوس شبعانه لاغا، وحكموا عليها بالنصب والاحتيال وضربوها بثلاثه شهور. نصيحه مني الخوت، انا عارف باللي المغاربه قلبهم كبير وديما كيديروا الخير، وليني نسولوا باش ديروا الخير في اللي يستاهل. السلام عليكم الخوت.